الحكومة تتحدى الإخوان، لن نستقيل إلا بقرار المشير في اليوم السابع غدا إن شاء الله. رئيس الوزراء تلقى مكالمة هاتفية من طنطاوي حول نفوذ الجماعة وغرورهم. أبو إسماعيل يعترف: أختي أمريكية وأمي معها الجرين كارد فقط، ونواب الجماعة يحررون توكيلات للشاطر، وعمر سليمان يقرر خوض الانتخابات. الحقيقة الأخبار النهاردة كتيرة وهامة جدا، وهقول لكم بعض تفاصيلها. قيادي بالإخوان يقول: شورى الجماعة اتصل بجميع مرشحي الرئاسة للتنسيق بينهم قبل اختيار للتنسيق بينهم قبل اختيار الشاطر. سليمان بيقول: خيرت يكره المنصب وتقدم على 5 مرشحين وتلقى خبر ترشيحه بصمت شديد والنظر للأرض. كشف المهندس أسامة سليمان عضو مجلس شورى الجماعة لليوم السابع بعض كواليس اجتماع الشورى، وصفا كيف تلقى المهندس خيرت الشاطر نتائج التصويت على ترشحه للانتخابات الرئاسية. قال سليمان إنه كان متابعا جيدا لرد فعل الشاطر خلال إعلان نتيجة التصويت، وتابع: وجدته عقب إعلان النتائج في حالة من الصمت، رفع رأسه إلى السماء ثم خفضها مرة أخرى للأرض، وقام بتربيع يده وظل صامتا. والحقيقة يعني بيصف بالتفصيل أنه كان في حالة تغير شديدة والنتيجة غير متوقعة له. أضاف سليمان أن المهندس خيرت الشاطر يكره المناصب ولا يلهث وراءها كحال جميع أعضاء الجماعة، يعني أعضاء الجماعة كلهم بيلهسوا ولا إيه؟ إلا أنه اعتبر ترشحه للرئاسة تكليفا له وليس تشريفا. في الحتة دي أنا مش موافقة المهندس سليمان، يعني ترشحه للرئاسة تكليف وليس تشريف، يعني هو شرف أن الواحد يترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية. فأنا أعتقد أن المهندس خيرت الشاطر هيعتبر ذلك تكليف وتشريف في نفس الوقت، لأنه شرف لنا كلنا أن حد يفكر أنه رشحنا لهذا المنصب. كشف عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين أن التصويت داخل الاجتماع تم على مرحلتين: الأولى حول قرار الترشح للانتخابات، والمرحلة الثانية التصويت على اسم المرشح للانتخابات، مؤكدا أن التصويت تم على قائمة الأسماء من داخل الجماعة ضمت 6 أسماء إخوانية أخرى كانت مرشحة. يا ترى هم مين؟ من جانب أعضاء مجلس الشورى، والتصويت حسم لصالح الشاطر. أكد أن الجماعة قامت بالاتصال بجميع مرشحي الانتخابات الرئاسية اللي أعلنوا نية الترشح للانتخابات عشان يعملوا بينهم وبين بعض تنسيق، وإذا كان حد عايز يتنازل، حد عايز ينضم للركب. الأمر اللي كان أحد أسباب الدفع بمرشح من داخل الجماعة أن هم عايزين ضمانهم ثقة الشعب المصري في الجماعة ونوابها وضمان كتلة كبيرة من التصويت له. قال عبد المنعم عبد المقصود محامي الجماعة: الاتصالات مع ممثلي التيار السلفيين أو التيار الليبرالي مستمرة وتسير بالتوازي مع الإجراءات الرسمية لتقديم أوراق ترشح الشاطر للانتخابات الرئاسية. الحقيقة عندي برضو أخبار مهمة كتير. كان عندنا هنا من يومين سعادة الدكتور كمال الهلباوي، وطبعا هو من قيادي سابق كبير في جماعة الإخوان المسلمين. دكتور كمال الهلباوي قال بعد ساعات من استقالته أنه ترشيح نائب المرشد تم بالاتفاق مع العسكري. الدكتور كمال الهلباوي قال في تصريح لي: صبري نفذ مع الجماعة وترشيح الشاطر بالاتفاق مع العسكري، والإخوان
تركت الثورة في وضع صعب ولا يوجد صدام مع الجيش، وقررت الاستقالة بسبب التخبط والتردد في قرارات الجماعة. كان يعني قرار شجاع من دكتور الهلباوي. فالحقيقة سعادة الدكتور كمال الهلباوي معانا على الهاتف الآن. أهلا وسهلا يا فندم. مرحبا، مساء الخير. مساء الخير. زي سعادتك حضرتك كنت معانا، وكانت حلقة الحقيقة يعني لاقت جماهيرية كبيرة جدا، وشاهدنا على ناس بوك وعلى التويتر وعلى الرسائل اللي جاتنا، يعني رد فعل رائع ورسائل كتيرة موجهة لسعادتك بقرارك ومواجهتك الشجاعة. السؤال يا فندم قبل ما نسأل على تصريحاتك بخصوص ترشيح الشاطر واحنا بدأناها هنا في البرنامج، السؤال ان قرأنا امس او اعلن البعض في الدكتور غزلان اظن في الاخوان المسلمين انه قال انه كمال الهلباوي لم يكن من الاخوان المسلمين في يوم من الايام. نعم نعم. يعني حضرتك تلقيت الكلام ده ازاي وحضرتك كنت المسؤول عن الجماعة في اوروبا لسنوات طويلة في الخارج والمتحدث باسم الجماعة في الخارج كما نعلم؟ انا اولا اشكركم على الاتصال. ايوه فهم. ثانيا نقول ما قاله الشاعر. ايوه. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد. ايوه. وينكر الفم طعم الماء من سقم. ايوه. والدكتور محمود يحتاج يقرا التاريخ ويفهمه ويعرف المواقف والناس والرجال. لانه من العيب ان واحد يصل للقيادة في مكتب الارشاد ومجلس الشورى ويبقى متحدث اعلامي ولا يعرف رجال دعوته ولا السبق لهم ولا اسهاماتهم في الدعوة. انا سمعت ايضا انه قال في قناة اخرى ان انا فصلت من الاخوان ولم اتقدم باستقالة، وهذا كذب فوق كذب. وينبغي للقائد اللي بيقود جماعة انه يرجع عن الخطأ، هذا اول شيء، ويتوب الى الله، هذا اولا ايضا واخيرا، ثم يعطي الحق لأهله. وإلا فالجماعة بتخسر، لانه اللي يعرفوني في العالم ما يقلوش عن عدة ملايين ما شاء الله ما شاء الله. والشباب اللي انا ربيتهم في دعوة الاخوان وعلى مبادئ الاخوان لا يقل عن مئات الالاف. أيوة. في شتى الارض، من استراليا الى امريكا الى كندا الى المغرب. يعني معنى ذلك يا فندم ان تنظيم الاخوان في كل هذه الدول يعني منتشر بقوة؟ على الأقل 80 بلد فيها إخوان مسلمين. 80 بلد؟ تنظيم الإخوان المسلمين في 80 بلد، دي معلومة مهمة جدا. مهمة جدا. ويجب أنه يفهم هو ومن معه أن 50-60% من هؤلاء من تلامذته. ما شاء الله. ما شاء الله. حضرتك قلت إيه في الاستقالة؟ يعني لا انا قلت استقاله نتيجه التردد والتخبط اللي انا شايفه، وخاصه في موضوع الرئاسه والثوره، ترك الثوره والاعتماد على المسار الديمقراطي وحده، وكل الاخطاء اللي بيقع فيها الاخوان خلال العام الماضي، وعدم الاستجابه والانصات ومراجعه النفس. أي. هذا كان من الأسباب، وخصوصا الإصرار على قضية عبد المنعم أبو الفتوح، ورغم نصائح الشيخ القرضاوي لهم فلم يستمعوا. فإذا لم يستمعوا إلى النصيحة من رجل مثل القرضاوي ولا من العلماء ولا من رسائل الإمام البنا رحمة الله عليه، وبعضهم يستشهد خطأ بما قاله الإمام البنا وخصوصا محمود غزلان فيما قاله يوم 21/5 عندما كان يقول الإخوان أعقل وأحسن من أن يتقدموا إلى سدة الحب ونفوس الأمة على هذه الحال، فلا بد من فترة تنتشر فيها
مبادئ الإسلام وتسود. فأنا بقول له 83 سنة ما انتشرتش المبادئ، ومن 21/5 إلى الآن سادت المبادئ وانتشرت بحيث تقدر تغيروا قراركم. يعني منطق معوج. ايوه حضرتك كيف ترى بعد مرور يعني اكثر من 48 ساعة تقريبا على خبر ترشيح المهندس خيرت الشاطر، كيف ترى تأثير هذا الترشيح على المشهد الانتخابي وعلى مستقبل الجماعة ومستقبل مصر؟ الاخوان لهم الحق شأنهم شأن الاخرين لترشيح من يرون لمنصب الرئاسة. ايوه. انما الامر كان بعد تردد واثار شيء من الشبهات التي يجب ان ينأى عنها الاخوان وقيادة الاخوان. انا لما اسمع ان متين بيتصل ويقول انهم ما عندهمش مانع ان خيرت يترشح او ما الى ذلك، وخيرت لم يكن في يوم من الايام رجل عمل عام زي عبد المنعم والفتوح على سبيل المثال، انما كان رجل عمل خاص مسؤول بعمله وما الى ذلك. فالاختيار حتى ما كانش يعني موفق بقدر كافي، وسيحدث انشقاق في صفوف الاخوان لا شك في هذا. وبعض الناس بالفعل بيتصلوا به من الكبار ومن الصغار في هذا الشأن. أيوة. الموجود، وانا بحاول اقول لهم بكل ادب وخلق يعني تمسكوا بالجماعه. انتوا لسه شباب، صلحوا من الداخل. أيوة. وما الى ذلك. انما انا حبيت افرغ ايضا لقضيه العمل على مستوى الوطن. الله. وان اساعد العمليه السياسيه بشكل عام والفكريه بعيدا عن التطريز اللي بيبقى براويز يعني. ايوه. يعني حضرتك هتتفرغ للعمل الوطني يعني بشكل اوسع وارحب. اي نعم. يستفيد منه من يستفيد، وانا احتك ايضا بالقيادات الفكريه الواسعه. ايوه. ونتفاعل مع بعض طالما انه بيصب في مصلحه الوطن يعني. بنشكرك سعادة الدكتور كمال الباقي، ونتمنى اننا نلقاك ان شاء الله قريب. وتشكر يا هل. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. الله يخليك يا فندم. شكرا يا فندم. النور بقى، حزب النور بيدرس دعم الشاطر، وشباب الحزب بيتوعدون باستقالات جماعية في حالة عدم تأييد أبو إسماعيل. ودكتور يسري حماد يطالب بالصبر ويؤكد اختيار يعني الرئيس هيكون لرئيس ل 80 مليون مصري أمر صعب ويحتاج دراسة كثيرة جدا. طبعا كشفت أنه الشباب في حزب النور عدد منهم بيرفض دعم الشاطر ومتمسكين بدعمهم للشيخ حازم أبو إسماعيل، وأن هم هددوا بتقديم استقالات جماعية حال اتخاذ الحزب لمثل هذه الخطوة، وانتقدوا ما أسموه بسير قيادات النور في فلك الإخوان. توقعت المصادر في التصريحات أنه اتجاه شباب النور إلى تأسيس حزب جديد يضم تحت لوائه عدد من شباب حزب الحرية والعدالة الرافضين لقرار جماعة الإخوان بترشيح الشاطر. وأوضحت أن عدد من أمانات حزب النور بمختلف المحافظات هددت بتحويل مباني ومنشآت الحزب إلى مقرات لحملة حازم أبو إسماعيل. الحقيقة حملة حازم أبو إسماعيل حولها يعني لغط كثير. طبعا هنتعرض للإشاعات والشائعات التي تدور حول المرشح المحتمل للرئاسة. سنتحدث مع ضيفي القادم حول موضوع ترشح الشاطر وموقف الحرية والعدالة وعلاقة الحرية والعدالة
بالعسكري، سنتناول مشهد الانتخابي، سنتناول موضوعات كثيرة جدا أخرى مع ضيفي الفاضل الأستاذ ياسر رزق رئيس تحرير الأخبار، وحنرجع لكم مع ضيفنا الكريم بعد شوية.